لموسيقى جنوة. أمس اختتمت عروض مهرجان الدار البيضاء لموسيقى جنوة في نسخته الثالثة والذي تنظمه جمعية المدينة القديمة. المهرجان عرف مشاركة فرق شابة من مراكش الرباط والدار البيضاء. والروبورتاج لعبد الرحيم بوحديوي وتحرير لإبراهيم مطر. ساحة محمد الخامس بالدار البيضاء عاشت على إيقاعة المهرجان الثاني لموسيقى جنوة الذي أحيته جمعية المدينة القديمة للدار البيضاء. عرف استقطاب عدة فرق جنوية من البيضاء والرباط ومراكش، معظم هؤلاء شباب ينهض قلبهم بهذا الفن العريق. خدنا من الجدود ديالنا وراثي، وبغينا هاد الناس هما اللي وصلوا كما وصلوا لنا دوك المعلمين، وصلوا لنا هاد الحالة هذا وتعلمنا منهم، حتى حنا بغينا نعطيو لهاد الشباب حتى هما نعلمهم باش تبقى ديما هاد التقناوات عمرها ما تموت، ديما يبقى هاد التراث الجناوية الفن الجناوي يبقى دابا ولا انترناسيونال. موسيقى جنوة انتشرت عبر بقاع العالم لكونها فن شكل منبعا لألوان موسيقية أخرى كالجاز والبلوز، ولعل مهرجان الصويرة الذي يحج إليه مئات الآلاف سنويا خير دليل على ذلك. بالروح ديالي وبالوطنية اللي عطاني الله في القلب ديالي باش هذا المهرجان ينجح والصيت ديالو يكون في العالم كامل إن شاء الله، وجنوة الشباب يتشهروا ويكون إن شاء الله التقناويت بحال بحال الجاز بحال البلوز بحال جميع الموسيقى العالمية. لا شك أن موسيقى جنوة ستعرف المزيد من الانتشار واكتساح القلوب، لأن للسلف أحسن خلفاً.